السلام عليكم حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم بخير، بصحه جيده. اليوم جبت لكم العرايش. العرايش نعطيكم مقادير بسم الله. هنا عندي كاس ذوبت سمن وخليته برد هكذا، ها لازم تخليوه سينو هذيك العجينه تجيكم مطاطيه ثم إلاستيكي، لازم تذوبوها وتخليوها يبرد هكذا يولي سائل بصح ماشي جامد. ها هاكو شتو ناقص هكا قريب، يعني جوج، يعني كيلت على حساب واش حبيت ندير. ما حبيتش نعمرهم، حبيت يخرجوا لي بزاف العرايش. نتوما حبيتوا تكيلوا بالكاس تاع الشجاج ولا واش حبيتوا كيسان صغار؟ انا هذا ناقص اسبوع، شويه زياده على اسبوع. هنايا كاس تاع السمن ناقص اسبوع، كاس تاع الزيت ناقص اسبوع، كاس تاع الحليب ناقص اسبوع، نص كاس تاع سكر كلاصي، رشه ملح، مغرفه تاع قهوه تاع بودره عطر كيما نقولوا عطر الزهر البرتقال، يعني بودره تاع مزهر، وعندي مزهر ثلاثه مغارف تاع ماكله، والفرينه باش نطمو. هذه لاباط سي لاباط ماجيك، يعني باش نتفاهموا، هذه تقدروا ديروا بها شارك العريان، تقدروا ديروا بها كعكعات بطليه، تقدروا ديروا بها شارك ملبس. بسم الله، هاي ليك الملح، ونزيد بودرة عطر باش قبل ما نبدا السمن كنخلط، يعني ايكونوميك. هذه درت بها كلش، يلا نعمر مغرفة باش يجوني هايلين عندهم الريحة. الله الله، مغرفة تاع قهوة معمرة، توجو نعاود نغلقها، نخرج لها هذاك النفس لداخل باش ما يدخلليش الهواء، نبدا نقلبها. يعني نوري لكم كيفاش راني نخدم انايا. يلا ونزيد ثلاثة مغارف تاع مزهر. بسم الله، زوج ثلاثة مغارف تاع ماكلة تاع مزهر، تسمى هادو خلاص كملنا بيهم. دوك نفرغ هداك الحليب فوالا، والزيت ونزيد هداك السمن لي ذوبتو بردلي، يجيكم هكا سائل. فوالا نزيد هذاك السكر كلاصي، نص كاس تاع سكر كلاصي، نخلط كاع هادو قبل. حنوري لكم نكيل لكم ثاني الفرينه باش تكونوا على بالكم، ما تقولوليش ومن بعد شحال دات ولا. بسم الله، كيله وحده زوج كيلات، والثالثه نوجدها باش كيبدا نخدم بيدي، يعني نعطيكم مقادير بالضبط. بسم الله، دوك حنبدا نخلط بيدي. بسم الله على بركة الله، هاد لاباط ماجيك هايلة بزاف. كيما وريت لكم لي صابلي تقدروا تخدموا بيهم بلاباط وحدة تخدموا كلشي، هادي تانيت تقدروا تخدموا بها من شارك العريان. تخرج لكم يعني الله يبارك فيك، تشوفوا درت كيسان وها شوفوا واش ما تلصقش في اليدين، ماشي كيما باسكو فيها السمن والزيت.
نزيد ثاني نوزن نبدا نفرغ بالنص نشوف شي ضربه شوفوا ماهيش تلصق لاباط هايلة هاد لاباط ماجيك إكسترا شوفك تخليوها شوية ترتاح نورمالمون سي بون منزيدش هاوليك حبيباتي دالي هنا تلاتة كيسان وربع هاوليك تاع فارينة اش قلتلكم توجور الرابع كي نبداو نخدمو منفرغوش على ضربة هايليك لاباط تاعي هايليك متماسكة هايلة مليحة دوك نخليها ترتاح خليها ترتاح شوية هكا كاش نص ساعة ولا سويعة نولي لعندكم نقولكم شحال ارتحت لي هنا كيفاش حنديرو لافاخس تاعنا يعني الحشوة تاعنا تحبو اللوز تحبو كاوكا واش حبيتو هنا عندي ثلاثة كيلان هكا تاع كيسان هكا مقبين عمرتهم قدكم حبيتو كاوكا وحبيتو اللوز انا درتو بالكاوكاو من الحيوه انا مخلط فيه شويه المايه شويه رقيق هنا مغرفه تاع قهوه تاع لافاني وهنا كاس ناقص اصبع ما نديروش كاس معمر باسكو حنطليوها من فوق كاس تاع السكر حبيبات كريستاليزي نخلط كاع هادو راهو نرش بالمزهر المزهر قسمة طملكم هاد العقدة وديرولها هكا باش يطلق هداك السكر نعجنوه مليح مليح هايليك بعد ما عجنتها كاع مليح نعصرو هكا باش من داك السكر يطلق هايليك ولات لي اون بات هكا دوكا نجوزو العجينة تاعنا نفاصونيو هايليك حبيباتي خليتها ارتاحت 45 دقيقة ما تخلعكمش كي تشوفو هكا الزيت خرج في لي كوتي هاوليك ها يعني عادي باسكو هادي هي لاباط ماجيك هايليك ارتاحت دوك حنوزنو لي بول تاوعنا شحال سحقيت بسم الله حندير 45 غرام فوالا هايليك لابول تاعي دوك نسييها هادي وحده ونشوف ونزيد نوزن تاني 15 غرام تاع لافارس 12 15 نسيي وحده ونشوف نسيها قدامكم يعني نوري لكم كاع مراحل توعي هكا غير بيدينا برك نبسطوها نسحقوش الحلال لشتها كبيره نزيد نقص لها شويه هايليك نخدمو هكا بيدينا بلا طابلة هكذا وهكا هايليك ونشوف لا جاتني كبيرة نقص فيها بالعجينة سينو نخليها هايليك كيفاش تجي العايش تاعنا نسيو نرقو كاع هادو ونزير في الوسط نطلع بيها هكا هايليك هكا نزيد نزير هنا في الوسط باش تطلع لي هادي وبعد نشد نديرها هكذا هاكو
وفهمتوني ان شاء الله. هاي ليك هاي ليك هكا تجينا نورمال صافا جاتني تري بيان. هكا دوك نوزنهم كاع نولي لعندكم. فوالا بسم الله هنبداو. هكا نفتحوها بيدينا ونجيب هذيك 15 غرام تاع كاوكاو نحلها هكا بيدي ونحي شويه هانيك نديرو قوم انتي هانيك من بعد نجمع هانيك هكا من بعد نقولي نقلبها نسيي نسقم هاد لي كوتي هادو سالا هادي وحده زوج ثلاثه نسيي نزير مليح وندور هكا شغل كي لي حدور الساعه هكذا ونطلع نهبط نديرها لهنا السنيوه تاعي كاش ما خصها نزيد نكملها هنايا باسكو لاباط راهي طريه توجور نزيروها هنا هكا شغل راني نقرص باش نبومبي لها هادي هايليك هادي هي نزيد لكم الدوزيام نديرها هكا بشويه في الفرينه نجوزها هكا باش تعاوني باسكو قلت لكم لاباط راهي رطبه وفيها ليدام نحلو هكا بيدينا هايلك لازم لاباط تجيكم هكا طريه وكنزيدو لها فرينه تجيكم يابسه هذا هو السر تاع لاباط ماجيك هكا نديرو مثلث كيما لافيون هكا ها هكا نسيي نعبص هنا ومن بعد نبدا ندور هذه هي هايليك شعلي تشققت لكم هكا عادي ماشي حاجه ونزيد نحطها هنا كاش ما خصها نزيد ندورها شنو برك نبعدهم هكا بعضهم ما نلصقهمش وكي نديروهم للفور ماشي تتسويت نخليهم اوموا كاش نص ساعه ولا باش يشدوا روحهم لا فورم تاعهم باش ينشفوا يضربهم الهواء يشفوا لكم يشد لكم هكاك لا فورم تاع العرايش هكا حبيباتي نكمل دوكا وحدي مقبل ما نديرهم للفور نقول لكم شحال خليتهم مقبل ما نديرهم في الفرن نورمالمون نص ساعه هكا هايلك هاوليك حبيباتي بعد ما كملتهم كاع ارتاحوا لي 45 دقيقه فاتوا شويه نص ساعه وكي تشوفوا هكا الزيت خرج يعني ما تخلعوش سي عادي باسكو فيه السمن والزيت وتقبتهم بالكوردون هكذا باش نهويوهم نخرج لهم هذاك الهواء من الداخل ما تنفخوناش هاي لي كل بلاصه هنايا نديرها ثلاثه دقائق دوك انا شعلت الفرن تاعي لازم نقصوا له مليح 160 درجه هكا حبيباتي يطيبوا بعقلهم باش ماشي غير تحمروا من التحت والداخل ماشي طيب هكا حبيباتي كي يطيبون ولي لعندكم هاو ليك حبيباتي لي كاطو تاعي لي طيبنا كيف كيف هاو ليك كيفاش خرجوا لي هاو ليك انا طيبتهم كيشتهم حمارو شويه من التحت زدت شعلتهم شويه من الفوق باش ما يبانوش هكا بيضه ماشي طيبين يعني لاباط هايله 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 ما تندموش عليها حبيباتي هشه مرمله يعني واش نقول لكم هنا عندي سكر كلاصي سكر كلاصي سيرته لازم نصيروه ما يكونش هذوك الحبيبات مع الميديتي ودرت رشه ملح في عين الشيطان وزدت حبه قارص للجو تاع حبه قارص وهنا عندي كاس حليب دوك انا نخلط ونشوف شحال يديلي
بكري كنا نديرو سكر كلاصي، نديرو جو دو سيترون، ان بلون دوف، بعد نبدا نوكلو في السكر. انا حبيت ندير ديريكت كوم اون بات. هنا بسم الله ندير كاس تاع هذاك ان جو تاع سيترون، حبه قارص الجو، ونبدا نخلط بيدي. بسم الله نروح ندير اون بات. انا درت كيلو تاع السكر كلاصي، اللي تحب تلونها تلونها، انا ما حاش نلونها، حبيتها هكذا. دوك نزيد تانيت، والحليب تجيكم هايله ما كيبسلكمش، وهذاك جو دو سيترون يعطي لها اللمعان. توجو انا كي نخدم توجو نخلط ونعصر هكا، شو كيما لا ماشين كيما الفيتخان. دوكا انا لي نتحكم في القوام تاعو، ياك كنت تفهموني حبيباتي، نخلط بيان. انا لي نتحكم في القوام تاعو، نزيد الحليب ما نزيدش، نسيه حبه ونشوف، ولا نسيه في يدي. نخلط مليح من تحت للفوق باش هذاك السكر اللي راه في لي كوتي من تحت نطلعوه. هذه هي دوك نسيي نشوف في يدي قبل. نستنى هكاك شويه نشوف اسكو راهي تجري ولا راهي ثقيله، ما تمشيش بالخف سيك سي بون، راهي مليحه. دوك نغسل يدي ونولي لعندكم حبيباتي. هنا حبيباتي حندير لها مغرفه تاع قهوه عطر الزهر البرتقال، سي مولفين نديرها كيف كيف باش يجيو عرايش. الله الله يريحو. نزيد نخلط باش تريح لنا لاباتي تاعنا. هاي ليك حندير حبة هكا نشدها نسيي نقطرها شويه، نعاون روحي بالمغرفه هايليك. فوالا وهايليك نحطها وتزيد تسيل شويه على روحها. نزيد لكم الدوزيام. نزيد نعاون روحي بالمغرفه هكا، نقصلها شويه واش لي يسيل، ونزيد نحطها هايلك. نزيد لكم الثالثه. ما كاش كيما اليد هايلك، نسيي نقطر شويه زياده باش ما تقطرليش بزاف. وانا واش درت هنايا نسيت ما قلت لكمش، درتها الكرياج باش تعاونكم ما تشدلكمش بزاف السكر، ودرت بابي كويسون. هذاك السكر ما نرميهش حبيباتي، ما نضيعو والو، نخليه حتى ينشف نخبيه نرحيه، كي ندير موسكوتشو كي ندير كاطو طابع نعاود نرجعو. وشنو نسيي نقطرها، نسيي نقطرها ما تديليش بزاف، نسيي ما نلصقش بيناتهم باش يلقاو راحتهم. هاكا حبيباتي نكمل وحدي، تشوفوهم ان شاء الله من بعد. هلا حبيباتي هامليك بعد ما نشفولي ولا الوسمو خرجت، شوفي النشفه بصح كي ديروا لها هكا رطبه هايلي. يعني واش قلت لكم مليحه في هذه تاع الحليب ها، وهذا ما نرميش حنخبيه، نكرطو كاع هكا يعني نحيه ماشي حاجه واعره، ونديرو في البلاره ولا كي ندير الموسكوتشو قلت لكم ولا الطابع
ولا واش حبيت نزيدو هايديك تما نقيو كاع هكا ونقلبهم باش يزيدو نشفو هنايا تاني هايديك هكا ها غير بالموس غير بالعقل ها فوالا هايديك كل حبة هايديك نزيد لكم وحدة باش تفهمو بيا هايديك هادا هذه هي هاي اللي بحبيباتي هاني تحفتهم نخليهم يزيدوا نشفوا شويه برك منا هاليكم هنايا راهم ناشفين خلاص هاوليك حبيباتي هاني دوكا نديكوريهم عريش توعي قلت لكم خرجوا لي 34 حبه يعني الله يبارك و45 غرام تاع لابول 15 غرام تاع لافارس هاي ليك حبه ما شاء الله هم لي كيفاش ديكوريتهم بالذهبي يعني واسمو سيدي دا ديكور هاوليك ديدا ديكور نسني نوريها لكم هاي ليك باسكو كاين الخشين كاين هذا رقيق بيان يمشي تري تري بيان يعني ولا تعرفوا نتوما حاجه واحده اخرى هاي ليك دوك انا ندير لهم كاع هكا بالفانسو نمشي هكذا ها نزيد ندير شويه يعني قلت لكم هاد الكلاصاج هايل تشبه كيما الفوندون هو ماهوش يتلاصق بصح توشي هكا بيديك يدخل فاسيلمون ديروه بالحليب ورجعوا لي بالخبر هاليك ما حبيتش نكولوريه من قبل بيت نخليها هكا بيض وندير له برك لماع غذائي هذا كاين البرونز كاين واش حبيتو نتوما اللون دوك نجيب هاد الورد يتباعو ان بوكي ب6000 انا هكاك شريتو نقطع هادي لي منا وانا نديرها قصيره ونبيكيها قلت لكم هاد بوسمو اللي تري فوندون هايل بزاف بزاف كيما الفوندون اللي نديرو في لي ميلفاي هايليك نزيد لكم الدوزيام ونكمل من بعد وحدي حبيباتي وتدعيو لي بالخير تقولوا هاد العرايش هايلين من المبتدئات يقدروا يخرجوا فيهم ديوم لاباط ولا حبيتو تزيدوا لها شويه فرينه زيدوا لها انا خليتها هكاك باش تدوب لي في الفرن كي تاكلوا حبه قولوا هذه هي العرايش تاع الزمان ما نديروش بزاف نمشي ونديرو غير هكا شويه البلايص نشوفوهم ما يبريوش فوالا نزيد نقطع هكا نزيد لها نص يعني هاد ديكوراسيون خير ما نديرو هاديك لاباط سكري كاع فوالا هايديك حبيباتي كملهم كاع وحدي وتشوفوهم مع الطبق تاع طويله ان شاء الله طبله عمليت حبيباتي العرايش تاعي اللي درتهم معكم خرجوا لي 34 حبه هاي ليك ان شاء الله يعجبوكم حبيباتي دوك نقسم لكم حبه تشوفوها بسم الله هاي ليك هاي ليك راكو تشوفوا هشه ها ماشي يابسه مام هاديك مام هاد وسمو الطلية هاديك شوفوها هايليك نشفت بصح كي ديرو لها كرطبة ان شاء الله تعجبكم لا فيديو تاعي هايليك وهادو يتباعو للتزيين قلت لكم يتباعو 6000 الباكي فيها مشفت ولا 8 ولا شحال ولا 12 المهم هايليك بريزونطابل ملاح للفرح ملاح هكا للعيد مليح له المهيبه ان شاء الله تولي تنحى هاد الكورونا يوليو تفرحوا كاع ان شاء الله تفرحوا كاع جميعا ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو نفعتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس يصلكم الجديد ودمتم في رعايه الله وحفظه وشكرا جزيلا اللي راهم يدعموني شكرا شكرا